بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بناخد كل مره ربع ساعه في حرف من حروف التنميه، والتنميه خدمه، هي خدمه مسيحيه ولكن ممكن تبقى خدمه انسانيه، ديفلوبمنت، ده علم. خدنا في الالف احتياج، ان الواحد يعرف احتياج الفئه اللي عاوزها تنمى. وخدنا في البه برنامج او برامج، ان التنميه مش حركه عشوائيه، لازم ليها برنامج محكم عشان تنقل المخدوم من مستوى الى مستوى. في التاء هاخد كلمه تقييم. طبعا التنميه عمليه تغيير وتطوير مستمر، لازم مع التغيير والتطوير يحصل حاجه اسمها تقييم. أظن أن كلمة تقييم أساسها كلمة قيمة، قيمة يعني value، عشان كده جت كلمة evaluation. evaluation يعني بتعمل تقييم للموظف، للخدمة، للمشروع، للمحل بتاعك بيكسب ولا بيخسر، تقييم للعلاقات، في علاقات سعيدة، في تقييم يقول العلاقة دي فاشلة مثلا. اي حاجه عاوزها تمشي لقدام لازم تعمل لها ايفالويشن، تعمل لها تقييم. والتقييم معناها ابقى عارف انا ابتديت من فين عشان اعرف اقيس. واي تقييم في الدنيا بيبقى له معايير، يعني حتى لما ناخدها بشكل مثلا بدائي شويه، درجه الحراره عشان تعرف انت سخن ولا مش سخن لازم تعرف ان في معيار اسمه درجه الحراره الطبيعيه. لو انت 38 يبقى انت سخن شرط، لو انت 40 يبقى حرارة كده خطأ، لو 42 الله يرحمك كده. فاذا التقييم بيخليك فاهم انت رايح فين. التقييم ده موجود في مدارسنا وكلياتنا على شكل امتحانات، بس ساعات الامتحان ما يعملش تقييم، لانه الحياة مش بيدار في القيمة، بيدار في المعلومة. فممكن يكون أخلاق الطفل سيئة جدا بس نجح في امتحان العربي أو الحساب، سيطلع شخص مدمر لنفسه أو للمجتمع، لأن أنا ما عملتلوش تقييم سلوكي مثلا أو تقييم على مستوى القيمة أو القيم. لا، أنا اديته شوية معلومات وبشوف عارفها ولا مش عارفها وخلاص. ده مؤشر مش غلط، بس ده مش ده التطوير أو مش ده التنمية الحقيقية. اذا في اي برنامج تنميه، هنبتدي نستخدم الالفاظ اللي ايه خدناها بقى، اي برنامج تنميه لازم يكون معاه حاجه اسمها تقييم دوري، لان التقييم الدوري يوري لك المؤشرات اللي بتقول انت بتتقدم ولا لا. برضو هاخدها من شغلنا في الانبا برام. مثلا لو عندنا فصل كوتشنج، الاطفال اللي في المدرسه في سنه رابعه مثلا مش بيعرفوا يقروا كويس او يكتبوا، بعدين اتعمل لهم فصل كوتشنج بعد ما خدوا التدريب الخدام وابتدوا يدربوا والكتب بتاعتنا والمناهج، مفروض يحصل ايفاليويشن او تقييم بعد كل شهر او شهرين على الاكتر. الطفل ده بيعرف يكتب ولا لا؟ بيعرف يمسك القلم زي الاول ولا لا؟ اسلوبه في الكلام اتغير ولا لا؟ شكله اتغير ولا لا؟ علاقته بزمايله؟ يبقى انا عندي كده ايه بيان، والبيان ده بنقيمه، والتقييم ده بيساعدني في ان انا ايه اعرف اركز على ايه المرحلة اللي بعدها. والبرنامج بيقرا التقييمات دي لغاية ما يوصل انه اتنقل من مستوى الى مستوى تاني. اي صنايعي في الدنيا، ما هي الصنعة تنمية على فكرة، يعني ما اتعلم واحد حرفة ده نوع من التنمية، لكن لازم تعمل له تقييم قبل ما تديله عدة سباكة مثلا، هو بيعرف يشتغل كويس ولا يروح اي مشوار يخرب الدنيا. طب انت لازم تبقى عامل تقييم بتجربه، المهارة دي اللي اتعلمها اتقنها ولا لا، تقدر تديله مسؤولية قد ايه. يبقى هنا في حاجة اسمها تقييم. تقييم ساعات يبقى سيلف، يعني الواحد بيقيم نفسه، ودي في الحياة الروحية كتير. يعني مثلا احنا السنة دي واخدين ضبط النفس، مفروض نعمل تقييم دوري. لسانك بيفوت قد ايه؟ ده تقييم عشان تنمو، يحصل تنمية، فلسانك يتظبط خالص،
محتاج تقييم دور. العصبية اللي هندرسها لله دي عاوزة تقييم، بتغضب كل قد ايه، والغضب بيطلع في ايه، قل ولا زاد. تقييم، تقييم علاقاتك نفسها، علاقاتك ناجحة ولا مضطربة. طب هل بتزداد نجاح ولا بتزداد اضطراب، بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت. تقييم، كل شيء في الدنيا يحتاج إلى تقييم. المسيح له المجد لما بعت التلاميذ رجعوا قعد معاهم وابتدى يسمعهم، ويسمعهم كويس جميع ما علموا وجميع ما فعلوا. ده نوع من التقييم عشان يعدل عليهم، عشان يظبط الحاجات الناقصة. الريبورتنج ده اللي هو انه بيعمل تقرير، التقرير ده نوع من التقييم. فالتقرير اللي بيقول انا عملت ايه بالظبط، شغلي مشي ازاي وبأمانة، ده بيساعدني في التقييم، يبقى فيه نمو ولا ما فيش. طبعا ده علم. الايفاليويشن ده بقى جوه كل خطة في ايفاليويشن. مثلا مشرفات الحضانة لازم يبقى لهم تقييم، هل المشرفة دي قد انها تقف قدام اطفال تطلعهم اطفال مسيحيين قديسين اذكياء شاطرين، ولا مفيش تقييم. بتحقق حلمك، خادم حقق حلمك اللي بيرفع مستوى الدبلومات. طب هو بيقيم نفسه كخادم، والشاب اللي عنده بيدرس بيقيمه عشان يوصل يبقى مستوى اقوى فيجد فرص شغل اكتر. تقييم حتى مثلا، اديكم مثل غريب شوية، دورات المخطوبين دي ظاهرة صحية جدا لانها نوع من التنمية. عارفين ليه؟ لان اللي جاي يخطب في حاجات ملخبطة في دماغه، هو مش عارف مبادئ الجواز المسيحي. فالحقيقة هو بيسمع محاضرات وهي بتسمع، بيحصل نوع من التقييم. هو انا اخترت صح؟ نظرتها للعريس اللي بيتقدم هتعمل تقييم. فهي بتسمع المبادئ اللي المفروض تختار عليها شريك الحياة، بيحصل تقييم، وتقييم معتدل لان بتعرف شوية مبادئ ومعايير بتحسب عليه. اذا عشان يحصل اي تنمية في الدنيا لازم نبدأ بالاحتياجات، نعرف احنا ايه اللي محتاجين في كل فئة، في كل مكان، في كل حتة، في كل بيت، في كل شخص. اتنين، بنعمل برامج، ودي لسه هنشوفها، ما احنا لسه معانا حروف الابجدية شغل كتير قوي. لكن كمان الايفاليويشن دي كلمة اصبحت مهمة قوي، ودي ازمة من ازماتنا عموما في بلادنا وفي كنايسنا. اديكم مثلا، يعني مثلا يقول لك اجتماع الشباب. طبعا اجتماعاتنا هنا ربنا يبارك في الاباء، ربنا يحميهم، متميزين جدا، بيعملوا تقييم دوري. بس ممكن تروح اجتماع شباب في كنيسة، تسأل امين الاجتماع بيجي لك كم واحد، يقول لك يعني 30. طب حضرتك مفروض يجي كام؟ يقول لك ما اعرفش. طب ازاي ما تعرفش؟ مش انت عندك تارجت، في حاجة اسمها هدف تحقق عدد الشباب اللي المفروض يدخلوا الاجتماع ده كام؟ لو قال ما اعرفش يبقى اساسا كل اللي بيعمله غلط، لان هو المفروض يبقى مبتدي الاول. انا عندي على اللست 500 شاب تبع الكنيسه في المرحله العمريه اللي يناسبها الاجتماع ده، كان اجتماع جامعه او اجتماع حرفيين ايا كان نوعه. يبقى انا بحط نسبه، يبقى انا دخلت على 30 من 500، شوفوا نسبه ضعيفه، معلش هعمل برامج عشان اوصل لمية من الخمسمية، فاقدر اقيم نفسي ان الاجتماع نجح ولا ما نجحش. وبعدين تقييم مثلا في الالحان، يجي خادم الالحان معلم من معلمين الكنيسة، بندي جرعة الحان. طب ما هو يقعد يسمعهم حفظوا الالحان ولا لا، ما ده نوع من التقييم. ما هو نموه، يبقى اللحن حفظه فعلا، يبقى حصل تنمية في الاجتماع. المبادئ اقتنعت، مستوى الحوار عالي، مستوى الكلام عالي، حاجات كتيرة قوي لازم تقيم. لكن اللي بيمشي كده من غير اي تقييمات غالبا هو مش هيتقدم ابدا. ففي امور كتيرة متروكة كده. في بيوت مثلا متلصمة، طب ليه ما عملتوش تقييم لبيتكم وحياتكم؟ انتوا بيت سعيد؟ طب ما ممكن تبقوا اكثر سعادة. هل التربية للولاد احسن ما يمكن؟ طب ما تسمعوا شوية عظات عن التربية وتشوفوا ممكن تعملوا ايه احسن من كده. هل ولادكم في المرحلة دي احسن عيال؟ طب بتقيموهم ازاي؟ عاوزين تنموهم في ايه؟ يبقى التقييم الدوري بيحميني من مشاكل ضخمة. زي، عارفين ايه يا جماعة؟ زي مثلا التحاليل في الطب. النهاردة في العالم المتقدم لازم كل شخص يعمل تحاليل دورية.
كل سنه، كل اتنين، كل ست اشهر، زي ما يعني، والمعرضين للامراض يعملوا بمعدل اعلى. طب لو انت ما بتعملش اي نوع من التحاليل خالص، المراجعه، طب ما انت ممكن يجي لك مرض وما تدريش، وياكل في جسمك وانت مش داريه، لانك ما بتعملش اي نوع من التقييم. الضغط ماشي ازاي، السكر ماشي ازاي، ايا كان نوع الموضوع اللي هتنشغل به. إذن ربنا يسوع له المجد بيعمل نوع من التقييم. أديكم مثل من الكتاب أن في حاجة اسمها تقييم. لما المسيح شرح مثل الوزنات، كل واحد راجع بيدي رقم، بيقول له خمس وزنات أخذت، كسبت خمس وزنات. بصوا ده شغل فيه أرقام. لما بيقول 30 و60 و100، ده أرقام، يبقى في نوع من التقييم. الارض دي طلعت 30، الارض دي جابت 60. لكن الزرع حلو، ايه الزرع حلو؟ في حاجه اسمها الزرع حلو؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لازم تقول لي هو جايب كام. اسحاق مثلا قيل انه لما زرع اخذ 100 ضعف. 100 ضعف دي كان رقم عالي جدا، لان كان في بركه ومعجزه هنا. طيب ما ده كله يترجم الى ارقام. اذا الانجيل بيحترم الارقام جدا. ليه؟ لأن الأرقام بتساعدني في التقييم. لو داخل على مجتمع عاوز أطلع منه خدام، أحد مؤشرات التقييم البسيطة كل سنة عدد الخدام زاد قد إيه؟ مؤشر بسيط. طيب حفظوا إيه؟ ذاكروا إيه؟ طيب بان عليهم بقى نتائجهم، لأن الإيفاليويشن ده أو التقييم ساعات يبقى فيه نتائج مباشرة ونتائج بعيدة المدى شوي. بتكتشفها إن المجتمع كله مثلا ابتدى يخدم، يبقى في نتائج ابعد، ان مستوى الاخلاق كله عالي، دي حاجه حلوه قوي لو وصلنا لها، دي ما تجيش بسرعه. لكن عمليه التقييم المستمر ضروره من ضرورات التنميه. ولو ما بنعملش عمليه التقييم لنفسنا ولكل حاجه في حياتنا، لبيوتنا، لاولادنا، لاشغالنا، لخدمتنا، احنا الحقيقه مش هنتقدم. اللي عاوز يتقدم لازم يعمل هذا التقييم الدوري. التقييم ده معناه انك بتكون امين مع نفسك وانت بتقرا الواقع، مش بتجامل روحك. لان انت مش هتضحك على مين يعني؟ انت عاوز تبقى قدام ربنا، فمش هنكذب قدام نفسنا وقدام ربنا. ساعات التقييم يتعمل بورق وده افضل. يعني مثلا يتحط بنود كتيره قوي، والفريق نفسه اللي بيشتغل يعمل تقييم في الشغل او في الخدمه، كلهم يقولوا رايهم. احنا حاسين العائلات اتحسنت ولا لا؟ شايفين نتيجة من اللي عملناه ولا لا؟ تقييم الفكرة دي، مثلا فكرة نوزع بركة، ايه نتائجها؟ ممكن كتير يقولوا دي عملت نوع من البلادة عند الناس وخلتهم مش عاوزين يشتغلوا. طيب ما ده لازم يبقى واضح قدامنا عشان نشوف الفكرة دي هتفيد ولا هتضر. فموضوع التقييم ده احبائي خلوه اساسي. يعني الناس اللي غاويين تنمية وتطوير مجتمعات وخدمات التنمية كلها، لازم عملية التقييم دي تكون شغلة طول الوقت من غير ما بيحس كده. أنت في الاعتراف بتعمل إيه؟ في سر الاعتراف بتقيم نفسك، هو أنا اتحسنت ولا لأ؟ هي صلاتي أحسن؟ هي إنجيلي أحسن؟ هي لساني أحسن؟ هو أنا مستعد أكتر أروح السماء ولا لسه؟ فموضوع التقييم نفسي يشغلكم، لأنه ده اللي هيخلينا فعلا نتقن خدمة التنمية اللي احنا بنجاهد فيه.